صبحكم الله بالخير والعافيه، مساكم الله بالخير والعافيه. تحياتنا من الامارات، باقي لنا كم يوم نطلع ان شاء الله الى كندا. ان شاء الله صوت واضح. اخواني الحين التساؤل اللي يصير على موضوع الكفاله الخماسيه، انهم ليش احنا نقدم او العفو نقدم الملف في الكفاله الخماسيه، او لمين المعلومات لازم مو محامي، مو لازم، من المفضل يكون غير محامي او مكتب تجاري. احنا يا ما حطينا اجوبه لهذا السؤال، لكنه انا احتراما من الاخوان اللي جدد سالونا راح ابعث لهم هذا اليوتيوب ان شاء الله ينفعكم. اخواني حبايبي، ببساطه شديده الكفاله الخماسيه، املاء الكفاله الخماسيه عباره عن استماره جنرال ابلكيشن فورمز كجول اي كجول 2 بس اسسمنت، ما عدا السبونسرز الفورمز، هاي كلها ما تحتاج الى محامي او محامي هجره او مكتب هجره. عاده في كندا اذا، وهاي ياما دارت هجره كنديه اعلنتها رسميا عشرات المرات عن طريق موقعها والاعلانات مالتها بالفيسبوك وتويتر وانستغرام، تقول بانه يا اخوان ما تحتاجون، يا متقدمين ما تحتاج انت تقدم. طيب يجيك متسائل يقول لك انا هاي صعبه المعلومات، انا اقدمها او خلي الكفيل يقدمها. هاي صعبه وفعلا خطا صغير يرضون المعامله. هاي نحل الموضوع، تقديم الكفاله الخماسيه بالطريقه هاي انحلت. حليناها شلون؟ ببساطه شديده، تفضل بشمهندس تفضل. ببساطه شديده احنا حصلنا جروب، هذول جروب محترفين جدا، هذول الجروب يشتغلون بارت تايم يقدرون يقدموا لك، او انت تحصل واحد عنده خبره ممتازه بالتقديم السابق يقدم الكفاله الخماسيه، لكن التقديم يصير عن طريق ايميل، الايميل ينبعث الى الكفيل الرئيسي، والكفيل الرئيسي يبعث الى الهجره الكنديه. فالميكانيزم بسيط جدا وغير معقد، ما يطول اكثر من حوالي يعني الكفيل الرئيسي بخمس دقائق يخلص كل حاجه. المهم، اما التقديم عن طريق المحامي او استشاره الهجره، فهذا مشكله، انا خليك انا اقعد بمكتبي احسن. القعده شويه مش مريحه الكرسي هذا. طيب. اما في مكتبي احنا نخلص البريد مالتنا. يا الله. جعفر اصور منك عشان الاداره. اما التقديم عن طريق الكفاله بواسطه المحامي او مستشار الهجره، معناتها انه الملف ما تقعد مشكله اذا كنت مكلف محامي او مكلف مستشار هجره. في شك، سابقا كان 50% من المعاملات اللي يقدمها المحامي في مكتب الهجره بالرفض، الحين عدد كبير. راح يجي واحد يقول لي طيب انا محامي الهجره ومكتب الهجره قدم لي. نعم، في نسبه يقبلوهم، وسابقا حديثا لو تشيكون كم واحد تم رفضه لانه محامي هجره ومكتب الهجره قدم. للاسف احنا متضامنين مع المحامين ومكاتب الهجره بهالموضوع هذا، متضامنين معاهم لانه مساكين يعني، هو ايضا يسترزق. بس عندنا مشكله الاخوان المحامين مكاتب الهجره بصراحه اجورهم مبالغ بها، وغير هذا ما يعني هم يسوون روتين كل ملف كوبي بيست على ملف ثاني، ماكو دقه بالعمل. يا اخواني يعني انا ما اعرض، اعوذ بالله، هذا رزقكم عملكم، لكنه شفنا انه مكاتب الهجره مهملين جدا. مكتب تشوف اسمه معروف كبير جدا مكتب هجره وفي كندا، واللي يشتغلون فقط اثنين، المحامي وفد السكرتير، هو سكرتير هو محاسب وكل حاجه. طب شلون تلحقون تشتغلون الملفات كلها؟ ما يصير هذا الكلام، هذا ظلم على المتقدم. فارجوكم تقبلوا كلامي هذا. اكو ناس محترمين راقيين حقيقه، شو يسوون؟ يقول احنا ما نقدم كفاله خماسيه. هم يجون يقولوا لهم روح على جهه معينه، انتم روح على دكتور ليث الكعبي يساعدكم. ارجو ان تكون فهمتوا قصدي. المهم، فهذا ان شاء الله اكون اوفينا الجواب. وبالنسبه للاخوان اللي عنده ملف كفاله خماسيه، اللي عنده كفلاء، واللي عنده وثيقه اعتراف اللجوء، اللي عايش بالامارات اذا عنده ملف مقدم ومتوقف يتواصل معي على الواتساب. انا يعني الواتساب مالتي داخل كندا 001 416 722 2677، 001 416 722 2677، على الامارات 00971 528 42116 يتواصل وياه من الخدمه. يعني انا بالمناسبه
موضوعين البداية. احنا انا عملي الخاص شوي منا تعال جعفر. انا عملي الخاص انا دكتور مهندس، عندي مكاتب استشارية هندسية، عندي اعمال هندسية، عندي عمل رزق على هذا. احنا بدنا نسوي تطوع لكم، ما ناخذ ولا دولار ولا درهم ولا دينار ولا اي شيء، ناخذ بدنا نساعدكم. اذا اكو اجور معينه اكو فد مجموعه يشتغلون، احنا ذول نجيبهم يشتغلون ياخذون اجور قليله، ذول بس يسيئون الاوراق ويرتبوها، بس احنا كل مساعدتنا لكم مجانا free of charge. هاي بدنا نقدم لكم اياها. وهسه العوائل يعني عشرات، بالمناسبه انا اعطيكم فد خبر حلو. يعني احنا عندنا طياره راح تطلع يوم 1/4 اعتقد، 90 عائله كفاله خماسيه، 16 عائله من هذولي احنا عاملين وياها الحمد لله وشكرا. 16 عائله ناس محترمين، وانا بين من بين واحد وواحد، من عزايم الى هدايا الى قعدات البيت، لان عرفوا شلون انه كيف خدمناهم بشكل صحيح. ناس محترمين راقين مثلكم وعرفوا صحيح، وناس اللي بكندا بس شيء واحد اشكي، انتم يا جماعه اللي وصلتوا، اللي انتم عددكم اكثر من 70 عائله اللي وصلتوا هناك، ليش ما تعلقون؟ لما تعلقون اخوانكم حتى يستفادون، لا تكون العفو من عندكم انانيين، قولوا لهم شلون استفادتوا. نعم اسف. ايوه اسد، انا اريد ترتيب حلو مشان انت صور لنا اسد، هذا الفراش مالتنا اسد 100 100، هاي مشان كندا. انا اريد زعتر، اي زعتر زين. فانتوا ركب زعتر هناك اسد، ركب هناك الزعتر اللي نجي الحين. فانتوا يا اخوان كتبوا، مو دعايه، ان انا مو مكتب هجره او محامي هجره، ولا اجمع لكم شكر. حتى الاخوان خطيه هذول اللي هم يبدون يسلكون طريق ويعرفون شنو الصح شنو الخطا، لما هذا يواصل لهناك وما كلف محامي او ما كلف، واحنا ساعدناه بمبلغ بسيط جدا وقدر بانه يوصل هناك باسرع وقت ممكن. طيب يا اخوان يعني نشروا هذا بالمواقع، قولوا هالكلام حتى الاخوان يعرفون طريقهم. ليش خطيه؟ انا يوميا والله جايني مجموعه عوائل هم متعاقدين ويا محامي ومرفوضه عنهم، وجوني تشون تعقد من جديد. الجماعه اللي مرفوضين يا اخوان ما نقدر نقدم لكم جديد، انتم بالسيستم موجودين، لكن ممكن بعد 6 أشهر لازم نجي نقدم مرتين، مره نشرح ليش رفضتم، ومره ثانيه يلا نقدم لكم جديد. فلا تزعلون علي، انا بالنسبه لي الاولى الاخ الجديد اللي قدم، مو انت قدمت على محامي او ما في شيء رفض جيت علي، وليه ذاك اللي كنت تنتظر وزعلان يقولوا انتم متكبرين؟ لا والله عشان انا بخدمتكم، لا نتكبر ولا اي شيء ولا بالعكس، احنا والله بخدمتكم. انا مثلكم اخواني، انا رحت الى كندا بكفاله خماسيه وكنت وعاسس بيكم، وانا مقدر وانا اقسمت امام الله وحتى كتب بالاوراق مالتي بانه اذا حوصلت الى كندا راح اساعد كل اخواني. هذا سر بيني وبين الله، موجود بالهجره الكنديه، موجود ايضا بالامم المتحده. انا قلت راح اساعدك لان اللي عانيته، انا حتى يسوي لي كفاله خماسيه ذاك الوقت دفعت 55000 دولار امريكي انا وعائلتي، والله العظيم ما اريدكم. واحد سوى لي دكتور صهيب النقشبندي سوى لي، اخذ من عندي 55000 دولار امريكي، بالله العظيم مبلغ خيالي اخذ من عندي، ما كنت اعرف محامي هجره ومكتب هجره وما اعرف ايش وكذا، وطول معايا والمعامله تقريبا 90% انا اشتغلته مو هو، واخذ عندي 55000 دولار امريكي، وش اسوي؟ ما حد كان يوجهني. انا ما اريد بيكم بيصير بيكم اللي صار بي. يعني احنا حاليا عائله كامله بنقدم لها، او يعني عائله كامله ب 5000 دولار بنقدم لها، من اي لازت؟ يعني ما يخالف 4000 دولار امريكي تقديم كامل، وين 4000 دولار امريكي وين انا دفعت 55000 امريكي؟ شوف يعني شوف المصايب. وهاي ذولي خطيه لما يقدمون المعامله ذولي، ما نعطيهم، نعطيهم نص الفلوس والنص الثاني لما تطلع الموافقه تجينا من الحكومه، تجينا من الموافقه لما نعطيهم النص الثاني. بس احنا شو نسوي؟ كمنظمه غير الفلوس اللي تعطوهم اياها، احنا راح نسوي نعطيهم مساعده من عندنا، نعطيهم اضافه من عندنا، هديه من عندنا، نعطيهم هدايا ماديه ونعطيهم هدايا معنويه ونعطيهم حتى نشجعهم. فشوف الموضوع متكامل. انا ما عندي هدف مادي، انا كل ملف خسران بي، انا كل ملف اعطي هديه اوزع للي يشتغلون فخسران بي، بس هديه شنو هديه؟ لما يجي هاي العائله تجي لهناك تنضم لنا تكثر جاريتنا، انا بنسوي جمعيات تنجح تجيب عوائل العراقية، هاي هدفنا. يجي يطلع كم واحد يحكي علي، انا عارف كم واحد، هذا مثل ما واحد حكى علي بعدين قدمنا عليه شكوى الشرطه واستجوبوه، بعدين اعترف قال والله انا واحد محامي، قال لي تعال هاي 3000 دولار واحكي عليه.
علي حال ان شاء الله خلي اشكرني انا خلي الرجال شوف هذا اسد هذا شنو هذا زعتر اي اسد زين نروح نشرب الزعتر انت تقطع ايه زين نعرفكم على حاجه تعز اعطيني انا صورك يا جعفر جعفر اللي هو المندوب مالتنا مندوب المكتب سليم جعفر السلام عليكم زين بالانجليزي ما تعرف بالانجليزي انا والله انت احسن من عند الصور انا حطيت بالانجليزي ما تعرف صور ما تعرف بالانجليزي الكندي السلام عليكم هذا الحج الوالد ضيافتنا اليوم السلام عليكم حجي السلام عليكم ورحمه دوخناك بالحكي شفت الصح مشكور يا اسد مهندس وين تحت يلا خير ان شاء الله قول له ان شاء الله اذا خلص خلي يجينا اوكي جعفر تطالع يلا سلمونا يا جماعه بعد جعفر يروح يكمل شغلنا ونكمل شغلنا احنا رزقنا على الهندسه هاي مشاريعنا الحمد لله والشكر زين وهذا كله لكم مساعده عن طريق جمعيتنا الشبكه العراقيه الكنديه تحياتنا لكم اي شيء واحد يحتاج خدمتكم مجانا